لتسليط الضوء أكثر على حالة وباء كورونا في العراق والعالم، ينضم إلينا الدكتور عثمان محمود المتخصص في الشأن الصحي عبر الهاتف من إسطنبول. في ظل محاولات الدول والمنظمات الصحية مكافحة وباء كورونا، مرحبا بك دكتور عثمان محمود. يعني إلى أي مدى ترى أن هناك قواعد تضبط هذه العملية، عدالة توزيع اللقاح؟ حياك الله أستاذ الكريم وحيا لمشاهديك الكرام. أستاذ الكريم، حقيقة بالنسبة لموضوع قواعد التي تضبط هذه العملية بشكل عام، لا توجد حقيقة أي قواعد تضبط هذه العملية في العالم. المشكلة أنه لدينا الآن حاليا دول غنية تحرص على أن تأخذ أكبر كمية ممكن من اللقاح، مقابل دول فقيرة لا تستطيع أن تحصل حتى على أقل عدد ممكن لتلقح فقط المؤسسات الصحية. لذلك هذه حقيقة مشكلة كبيرة وستعيق حقيقة عملية مكافحة الفيروس عالميا. الفكرة طبعا أنه حاليا منظمة الصحة العالمية أطلقت حملة كوفاكس، وحملة كوفاكس هي حملة الهدف من عندها أنه تلقح أو توفر اللقاح للدول الفقيرة والدول النامية حول العالم. لكن إشكالي أنه خطة هذه الحملة أنه حتى الثالث من فبراير 2021، يعني قبل حوالي 3 أيام، إلى حد هذه اللحظة لا توجد لديهم خطة واضحة كيف سيقومون بتوفير هذه اللقاحات للدول النامية والفقيرة. والهدف عندهم أنه إلى نهاية سنة 2021 سيتم تلقيح 20% فقط من مواطني هذه الدول الفقيرة والنامية، بينما تلاحظ أنه الدول الأوروبية مثلا هدف أنه شهر 4 أو شهر 5 من هذه السنة راح تكون انتهت من تلقيح 90 أو 80% من مواطني. هذا حقيقة معناته أنه لا توجد للأسف أي طريقة أو أي قواعد تنظم هذه العملية، وإنما فقط هي عبارة عن هناك قوي وغني يأخذ حصة الأسد، ويبقى الفقير والنامي والذي لا يستطيع توفير الأموال ينتظر أما الموت أو رحمة الله سبحانه وتعالى بالتلقيح في يوم من الأيام. طيب دكتور، والعراق للأسف من هذه الدول. على ما يخص العراق، يعني هناك تزوير يحصل في نتائج اختبار فحص كورونا للراغبين بالسفر إلى خارج العراق. من وجهة نظرك، يعني كيف تنظر مدى خطورة هذا الموقف أو هذه الإجراءات التي تنم عن عدم التزام؟ طبعا هذه كارثة أستاذي الكريم، كارثة طبية وكارثة أخلاقية وأيضا كارثة للسياسة الخارجية العراقية. يعني المشكلة أنه في قبل فترة قليلة جدا وصل عدد من المواطنين العراقيين إلى إسطنبول وتم تشخيصهم بالإصابة بفيروس كورونا، مع أنهم جاءوا مع إثبات فحوصات أنهم يعني لا يحملون الفيروس. وهذه حقيقة إشكالية كبيرة تضرب واحدة من الأمور تضرب يعني السياسة الصحية العراقية وسمعة العراق خارجيا للأسف، وتؤثر أيضا من الناحية الطبية على انتشار الفيروس ولا تساعد في منعه أو حصر الأسد. هل هذا له علاقة فقط بالإجراءات الحكومية أم له علاقة أيضا وبشكل أقوى في عملية التوعية المجتمعية بمخاطر الفيروس؟ طبعا هنا لازم نكون عادلين. يعني الموضوع بالنسبة لهذه النقطة بالذات، هذه النقطة هي توازن ما بين يعني توعية المجتمع حول هذا المرض وحول خطورته وحول الالتزام بأخذ يعني نتيجة صحيحة للفحص، وأيضا صرامة الحكومة في متابعة المؤسسات التي تقوم بالفحص، وتكون الحكومة متأكدة 100% أن الشخص هذا أخذ الفحص الصحيح وأخذ نتيجة صحيحة ودقيقة قبل ما يخرج. فحقيقة هذه يعني اللوم في هذه المشكلة يقع بالتساوي ما بين المواطن اللي يعرف أنه الفحص مزور إذا كان يعطى الفحص مزور وبين المؤسسة الحكومية.
اما اذا كان مواطن ما يعرف الفحص مزور فطبعا 100% تتحمل المؤسسه اللي قامت بهذا الفحص مسؤوليه كامله حول الخطا في الفحص. شكرا لك دكتور عثمان محمود المتخصص بالشان الصحي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول.